قمة الدفاع الائتماني هي قرار هام جدا بالنسبة لتونس. لابد من التفكير. اليابان عنده سياسة خاصة نحو سويسرا، سياسة تبدو ناجحة جدا لأنها مبنية على مبدأ تنمية مشتركة، مش مبنية على مبدأ يعني غزو أسواق أو ما إلى ذلك. بالنسبة لتونس فرصة كبيرة المفروض تونس تستفيد منها على الأقل في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو خدمة صورة تونس الخارج، خاصة في الظروف اللي تمر بها بلادنا الآن. الاتجاه الثاني هو خص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس. ياريت ما يكونش استثمار تونسي ياباني فقط، بل استثمار تونسي افريقي ياباني، ولكن يبدو انه ما تمش التنسيق في هذا الاتجاه مع البلدان الافريقيه، والمشاريع التي تم تقديمها هي مشاريع تونسيه فقط. الاتجاه الثالث لما تنجح قمه مثل هذه في بلاد يعني تكون فيها فائده حتى على كلفه يعني تعبئه الموارد الماليه، لكن هنا لابد من الاعتراف ان اوضاعنا الحقيقه استثنائيه وصعبه نوعا ما، ربما ما خليناش نستفيد من مثل هذه التظاهر وهذه القمه بشكل كافي. نعرف الاوضاع السياسيه نتيجه تعتبر اوضاع استثنائيه، وهذا عنده تاثير على الاستثمار وتاثير على تعبئه الموارد. نعرف ايضا ان التصنيف السيادي او التصنيف السيادي بتاع تونس مش جيد، وبالتالي المستثمر الاجنبي سواء كان ياباني او غير ياباني بيتخوف من مثل هذا التصنيف. هناك اشياء اخرى يعني مثل وضع القضاء في تونس او مستوى التدين الكبير في تونس، ربما يحرمنا نوعا ما من الاستفاده من مثل هذه التظاهر استفاده كامله، وتونس في امس الحاجه الحقيقه لهذه التظاهر وغيرها من التظاهرات الدوليه.